السلام عليكم، هل تعلم ما هو العلاج المذهل لجميع أمراض الجسم وأوصى به النبي وأثبته العلم؟ باختصار سنقدم لك الإجابة بشكل مباشر، إنه الماء. ولا عجب، فقد قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. ولكن حتى لو عرفت الإجابة فأنت بحاجة إلى أن تبقى معنا لمعرفة هذه التفاصيل المذهلة والرائعة والتي سنطلع عليها برفقتكم في هذا الفيديو. أولاً، الماء على معدة فارغة. شرب الماء على معدة فارغة له فوائد جمة لا تسعر بسعر ولا تقدر بثمن. فالماء هو الشيء الثمين الذي جعل منه كل شيء حي، والماء على معدة فارغة ربما جعل منه شفاء لكل داء. فالماء على معدة فارغة يساعد على علاج العديد من الأمراض، إضافة لتأثيرات إيجابية ومنعشة لكافة أعضاء الجسم. فالأدلة الحديثة أثبتت فوائد شرب الماء على معدة فارغة، ولا سيما المساهمة في شفاء العديد من الأمراض، ولعل من أبرز الأمراض الصداع واضطرابات القلب والأوعية الدموية، التهابات القصبات، أمراض الكلية والمسالك البولية، الإمساك والبواسير والتهاب المعدة. ولكن ما هي الطريقة الأفضل للتعامل مع الماء على الريق؟ حسناً، أولاً بعد استيقاظك من النوم اشرب كوباً من الماء، ويفضل أن يكون دافئاً على معدة فارغة. ثانياً، لا تأكل ولا تشرب أي شيء بعد شربك للماء لمدة 45 دقيقة. ثالثاً، بعد مرور 45 دقيقة يمكنك أن تأكل فطورك الاعتيادي. رابعاً، بعد انتهائك من وجبة الفطور والغداء والعشاء لا تأكل أي شيء لمدة ساعتين. الخطوات السابقة ستساهم في شفاء العديد من الأمراض إن كنت تعاني منها، وستساهم في رفع طاقتك وحيويتك في حال كانت صحتك جيدة. إذن وجود كوب من الماء على معدة فارغة ضمن روتينك اليومي مهم جدا في سبيل الحصول على صحة مثالية، ولا سيما أنها صحة بدون أدوية وحبوب وحقن، إنما مجرد شرب لسائل يتدفق من صنابير منزلك عن اختلافها. لحظة من فضلك، العلاج بالماء ليس له أي آثار جانبية سوى كثرة التبول والذهاب إلى الحمام، فيما عدا ذلك هو علاج مجاني وصحي وشافي. لا تفوت فرصة علاج الأمراض وتجنب حدوثها بشربك للماء كل يوم. لكن هذا فقط في حالة واحدة، وهي الشرب العادي للماء وعلى معدة فارغة. والآن سنتحدث عن الجانب المظلم للماء، أو بعبارة أوضح مساوئ الإفراط في شرب الماء. ولعل من أبرز هذه المساوئ: أولاً، زيادة في إفراز العرق، حيث أن شرب الماء بشكل مفرط قد يؤدي في بعض الحالات إلى الزيادة في التعرق، وهذا يعني الاضطرار لإجراء عملية جراحية لإزالة الغدد العرقية. فالأمر مفيد من جانب، لكن قد يكون مضر من جانب آخر. ثانياً، الماء الزائد يسبب الأرق. قد تتفق معي أن النهاية السعيدة ليوم أي إنسان هو الذهاب إلى السرير ووضع رأسه على الوسادة والدخول فوراً في غيبوبة النوم السعيد والمريح إلى صباح اليوم التالي. لكن الأمر في حال الشرب الزائد للماء سيكون مختلفاً تماماً. فعند النعاس والقرب من النوم يفرز لا إرادياً هرمون الـ ADH، وهو هرمون مبطئ للكلى ومكافح لشعور الحاجة للتبول أثناء النوم. لكن عند شرب الماء الزائد يؤدي إلى ضعف إفراز هذا الهرمون، وبالتالي المساهمة في ملء المثانة أثناء النوم والخروج إلى الحمام عدة مرات أثناء ساعات الليل، وحينها يصبح النوم صعب المنال، ويكون الشيء المهم هو الوصول بأقصى سرعة إلى أقرب حمام. ثالثاً،
الإفراط في الشرب قد يقتلك. نعم، كما سمعت في العنوان تماماً، الماء الزائد والشرب بشكل جنوني قد يسبب الموت، وهذا بالفعل ما حدث مع جاكلين هانسون، وهي أم تبلغ من العمر 40 عام، توفيت بسبب شرب 4 لترات من الماء ضمن بضع ساعات، وقد كان الأمر ضمن نظام لإنقاص الوزن كانت تتبعه، فهذا تحذير أيضاً للذين يتبعون النظم الصحية ونظم التخسيس على اختلافها، فكونوا حذرين. أصدقائنا الكرام، ما رأيكم أن نستحضر توجيهات النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المتعلقة بشرب الماء؟ أولاً، من السنة أن يشرب الإنسان كأس الماء على مراحل 3. من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في شرب الماء يقول عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا واحداً كشرب البعير، ولكن اشربوا 2 و3. يقول أحد الأطباء أن في جسم الإنسان عصب اسمه العصب الحائر، وله اسم آخر اسمه العصب المبهم. هذا العصب مرتبط بالقلب وبالمعدة. عندما يشرب الإنسان الماء البارد مثلاً دفعة واحدة وجسمه في الدرجة 37، ربما تنبه هذا العصب تنبيهاً قاسياً فيودي بحياة الإنسان. وهناك حالات في العالم ماتت فجأة من شرب الماء دفعة واحدة، ماء بارد وأنت في حر شديد دفعة واحدة. وهذا يوضح أن السنة النبوية مبنية على حقائق العلم. اشرب الماء على مراحل 3، في أول مرة والثانية والثالثة، وهذا أول توجيه من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. ثانياً، البسملة قبل الطعام والشراب. تتمة الحديث النبوي الشريف: لا تشربوا واحداً كشرب البعير، ولكن اشربوا 2 و3، وسموا الله إذا أنتم شربتم، واحمدوا لله إذا رفعتم. نريد أن نفهم معاً ماذا تعني البسملة، وماذا تعني التسمية بالعمق. أولاً، هذا الكأس من جعله عذباً فراتاً؟ إنه الله عز وجل. ومن معاني البسملة لفت النظر إلى أن هذه النعمة هي من عند الله، وأن الإنسان يستخدمها ويتنعم بها، فعود نفسك أن البسملة تعني لفت نظر لهذه النعم. ثانياً، على الإنسان أن يشرب الماء مصاً، فمن توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم: مصوا الماء مصاً ولا تعبوه عباً. إذن أن نشرب 3، وأن نشرب مصاً، وأن نشرب قعوداً. إذا شربت فاجلس، إلا أن ماء زمزم مستثنى من هذه القاعدة. وسأختم هذا الفيديو بنصيحة قيمة، وهي تقديم الفاكهة على اللحم من توجيهات النبي الكريم في الطعام. أنتم لاحظتم أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام كان يفطر على 3 تمرات، ثم يصلي المغرب، ثم يجلس إلى الطعام. ما الذي يحصل؟ ثبت علمياً أن سكر الفواكه أسرع الفواكه امتصاصاً، حتى أن العلماء يؤكدون أنك إذا أكلت تمرة يصل سكرها إلى مركز الشبع ب10 دقائق، يعني أسرع سكر وصولاً إلى مركز الشبع في الدماغ هو سكر الفواكه. فالإنسان إذا جاع وبدأ طعامه بفاكهة، بتمرات 3، بتفاحة، ببضع حبات من العنب، ما الذي يحصل؟ سكر الفاكهة يصل إلى الدم ب10 دقائق، ويتأثر مركز الشبع بالدماغ. الآن صلي المغرب، ثم اجلس إلى الطعام، ترى نفسك تأكل باعتدال شديد، تأكل ولست جائعاً جوعاً لا يحتمل. هذا من توجيه النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم استنبط هذه الحقيقة من قوله تعالى: وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. تقديم الفاكهة على اللحم تقديم توجيه. وسمعنا في بعض البلاد الأوروبية أنهم يأكلون الفاكهة قبل الطعام، ولو عودتم أنفسكم أن تأكلوا حبة من الفاكهة قبل الطعام، الذي يحصل أن سكر الفاكهة يصل إلى مركز الشبع ويتنبأ، ثم يأتي الطعام فتأكل باعتدال. فالإنسان متى يشبع؟ يشبع في إحدى حالتين: إذا امتلأت المعدة، أو إذا تنبه مركز الشبع. إن بدأت بالطعام الدسم لن تشبع حتى تمتلئ المعدة،
أما إن بدأت بالسكريات الطبيعية، سكريات الفواكه، تشبع قبل أن تأكل، فتأكل باعتدال. هذا أيضاً من توجيهات القرآن ومن توجيهات النبي محمد صلى الله عليه وسلم.